العنصر الخامس من عناصر الخطة التسويقية وهي الأكشن بلان. احفظ الفيديو عشان أكيد هتحتاجه. بعد ما خلاص عرفنا كل التفاصيل اللي فاتت وكل عناصر الخطة التسويقية ونفذناها، جه وقت إننا نعمل الأكشن بلان. نقعد إحنا وتيم الماركتينج في الشركة في الميتنج روم ونعمل برين ستورمينج. نقعد بقى نفكر مع بعض إزاي نطلع أفكار كرييتيف للكلاينت اللي هيشتغل معانا أو للشركة اللي إحنا ماسكينها، ونشوف بقى فريق الكونتنت يعمل الكونتنت بلان بتاعته ويبدأ إن هو يسلمها للهيد ماركتينج عشان يوافق عليها، ويبدا ان هو يديها للديزاينر يشتغلوا وللمونترين لو في فيديوهات في الكونتنت بلان. بعد كده الاكشن بلان دي بنحدد ايه؟ بنحدد بقى العميل ده هينزل له كام بوست في الشهر، كام ارتكل في الشهر، هنعمل له كام ادز في الشهر، فيديوهات ايه هنعمل له، تصوير ايه هننزل له، فين هنعمل له ايه، هننزل له الساعه كام، لو في مناسبات مثلا او اعياد او اي حاجه لازم تكون محطوطه برده في الكالندر عشان تكون محدد البوستات بتاعتك هتنزل يوم كام، وتبدا تشتغل عليها من بدري عشان تبدا ان انت تديها للكلاينت وتقول له دي الكونتنت اللي هنبدا نشتغل عليه فيبدا يوافق عليه وتبدا ان انت تنزل في الميعاد المحدد. دي كده ببساطه الاكشن بلان. احفظ الفيديو عشان اكيد هتحتاجه، وتابعني في الفيديوهات الجايه عشان تعرف اهم عنصر في عناصر الخطه التسويقيه اللي هنتكلم عليه، وده البند الاخير في الفيديو الجاي.